قال: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، يغشي يغطي، تغشى غطى، تغطى، يطلبه حثيثا سريعا، الحثيث السريع، يعني الليل يطلب النهار بسرعة والنهار يطلب الليل، ولا يدرك هذا ذاك أبدا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يا إخوان، يلزمنا أن نأخذ العبر مما حولنا، يلزمنا ذلك، أن نأخذ العبر من كل شيء حولنا نستدل به على وحدانية الله سبحانه. أنا مر على صاحب الجوازات أمس، فيطالب من رجل أن يضع إصبعه على الجهاز البصمة، والرجل يضحك، يعني يضحك وكلاهما يضحك الآخر. سبحان الله، لو نظر هذا وذاك إلى ما في هذا العمل من الدلالة على قدرة الله الذي لم يجعل واحدا من الخلق بصمته تشبه الأخرى، لوحد الله سبحانه وتعالى، لوحد الله سبحانه وتعالى. فتقف متفكرا تقول: لا إله إلا الله، سبحانك، كيف خلق الله الخلق، وكيف فاوت بين أشكالهم وألوانهم وبصماتهم، أليس في هذا تذكرة؟ فقلت المسؤول عن الجوازات: ليتك تتفكر في الذي مكنك أن تكتشف هذا ببصمته، فسبحان من فاوت بين الخلق في الخلق وفي الأرزاق وفي كل شيء، في كل شيء. قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس لها سلطان لا يتعدى عليها القمر، سلطان الشمس في النهار، في الليل سلطانها يضعف، ويقوى سلطان القمر، كما أن الحيتان سلطانها في البحر، إذا خرجت إلى البر يضعف سلطانها. كل واحد له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سبحان الله، فإذا اشتدت الحرارة فالذي سخر الشمس هو الله، والذي أذن لجهنم بنفس في الصيف هو الله. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين، فنحن نعتقد أن كل شيء يجري في الكون يجري بتقدير الله. فعرفت الأصل، عرفت أنت الحقائق على الأمور على حقيقتها. اشتد الحر، من الذي جعله يشتد؟ الله. حجبت الشمس عن إشعاع الضوء إلى الناس، من الذي حجبها؟ هو الله سبحانه. كل شيء مرده إلى الله، من الذي أمرد هذا؟ الله. من الذي شفاه؟ هو الله. كل شيء مرده إلى الله سبحانه. وذي نعمة علينا والله، نعمة، حتى لا تتشتت أذهاننا. ابتليت بفقر، يا رب اغنني من فضلك، بمرض، يا رب اشفني، بتسلط عدو، يا رب اصرفه عني، بكآبة وضيق صدر، يا رب اشرح لي صدري. رددت الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، يأمر في الخلق بما يشاء من الأمر. الأمر أمره والخلق خلقه.
ألا له الخلق والأمر تبارك الله ازداد الخير الوارد لنا من عند الله سبحانه وتعالى. تعاظم ربنا وتكاثر الخير الوارد من ربنا سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين المتفضل المنعم على العالمين. فلما كان الخلق خلقه والأمر أمره، من ثم ندعوه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا كان الخلق كلهم روس وأمريكان وعرب وعجم وفرس، كل الخلق خلق الله، والأمر أمره، هو الذي يسلط هذا على ذاك ويكشف أذى هذا عن ذاك ويصرف هذا عن ذاك، فادعوه من ثم. إذا كان الله الذي يلين لك قلوب الناس أو يشدها عليك ويقسيها عليك، إذن اسأل الله أن يلين عليك قلب الأعداء. إذا كان الله هو الذي يوجه القاضي ويقدر على لسانه ما شاء، إذن إلجأ إلى الله في كل شيء ويكفيك من كل شيء. إذا كان الرزق رزقه والخلق خلقه والأمر أمره، فمن ثم ناسب أن نقول، ناسب أن يقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا متضرعين متذللين له وفي خفاء، وفي خفاء حتى يكون بعيدا عن الرياء، وحتى تعلم بدعائك هذا الخفي أن الله قريب. يعني وأنت في الليل إذا قلت يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، دل قولك هذا على أنك تعتقد أن الله قريب منك يسمعك. وكذلك أبعد عن الرياء وأبعد عن التشويش، أبعد عن التشويش.